هلا والله مرحبا، الله مسيكم بالخير. بسم الله تبتنا على الله. يا الله حي أمي. الله يحييك. شوفي هلا. كليتي شربتي كل شيء؟ كل شيء. ترى ما وقف إلا بالرياض، سالفة محطات مدري وشو سوالف. قهوتي سمعت؟ ايه كل ما احنا ضيوف لك. ايه بس ضيوف اللي جيتوا الشقة. شو بعد؟ من نمشي. وشو؟ ما تبون هو انتو. لا لا امزح امزح، بس كليتي شيء؟ ابد كلينا شيء. بالله يا الله. تبين شيء بقالة؟ هي نبي. ها؟ نبي. تبون تسقيني انا اكله شاربه ما ادري وش؟ لا لا نبي، اريد تلقى بها بقالة حلو نبي. لا ما هو اي شيء القى. لا 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 حبيبتي. هذا بفلوس، معك فلوس؟ لا ما معي. ولد رايح بلاش؟ لا رايح معك. تقول معززة مكرمة انت وبنتك. خلاص. اي والله نسيت معلش. تدري الناس ايش يقولون يما؟ يقولون خلها لها تعدت القصيف سوق. سوق؟ سوق. تعلم السواقة، ايش رايك؟ ها؟ هي شين. والله؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي اسمها هذا الشاشة. وين فتوك؟ هذه. فين المطعم هذا؟ لا والله ما اعرف. ها هذا رشوش لذيذ والله. والله شكلها انه زين. تبين واحده لتس واحده بنتس؟ لا لا واحده تكفينين وبنتي. بالله والله حلوين انت يا اخي. ما احنا منه. اي والله. شو؟ اي مدى مدى فلة. شوف هذا قدامنا شاهي. تبين هنا تبين لتس اي مسح قزاز. كوب كثر السكر. كثر السكر؟ ايه. الحين انا اشرب بدون سكر، تشربين سكر يما؟ يما لازم تهتمين في صحتك يا امه. يا وليدي ها؟ لولا السكر. ايه. اشرب منها السخانات ومنها الماء. بالله يعني ما؟ ايه والله ما نحارب شنبي. يعني السكر هو اللي خلاه شاهي. هو اللي خلاه شاهي. والله مقنعه صراحه، سكر زياده. سكر زياده. بالله وش تبين معك ليجا شيء؟ لا لا يا رب العالمين. ها؟ لا لا لا. ها؟ لا لا شاهي حق مزاج. ها يوم انت من حزب القهوه ولا حزب الشاهي؟ كثر الشاهي والسكر. ول 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 انت حق تخطوط انت. هذول كثر تركبين ويا تول تروحين تروين. والله والله صاد. والله صاد. ايوه نروي على هالوجه. اي اجل هذا هو. هلا هلا يلا حيها يلا حيها. يا هلا يا هلا. نورت المكان نورت المكان يا طويلة العمر. نورت المكان نور نور. يا هلا والله ميمتي مرحبا. وباك باك أكثر. ها كيف شايف الشقة؟ والله إنها فخمة. بالله بس اللي أنا حسبة كبيرة بالحيل. إيه بالتصوير تطلع كبيرة. إيه بس الصورة بالحيل كبيرة. شوف طويلة العمر ترسمين جدولة تبالت وين تبين نروح؟ متى تبين نروح؟ وتعلمينا اول ما نقول، يعني بكره مثلا احنا ننتظر المطبخ، يمكن بكره يجيبونه وبعد. اذا ما جابوه بكره تختارين البرنامج اللي تبينه. هل تبين المملكه؟ هل تبين اسواق ومولات؟ هل تبين سوق ازل؟ هل تبين شو اسمه العماريه والدرعيه والامور هذه؟ قبل انت تبين. اليوم يوم راح. لا اليوم راح يما. اي اليوم راح. حر. إيه؟ العجز لا. شيل وانزل. يا هلا والله مرحبا، الله يصبحكم بالخير والرضا والسرور. اللهم صلي وسلم على رسولنا محمد. اكبر نعمه ممكن يتمناها الانسان انه يدخل الجنه. ولكن أكبر نعيم أهل الجنة وشو؟ أو أعظم نعيم لأهل الجنة وشو؟ الله جل جلاله يسأل أهل الجنة ويقول أتريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيرفع الحجاب ويرون وجهه جل جلاله رؤية واضحة عظيمة جليلة.
تتخيلين هذا المنظر انك ترى وجه الله تعالى؟ اسال الله ان يكتب لنا رؤيه وجهه الكريم يا رب، ويجعلنا من اهل الفردوس. قولوا امين.